غداة مقتل 4 من الأمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز إثر حصار دام لمدة 4 ساعات على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية. تتواصل المظاهرات في العديد من الدول الإسلامية للاحتجاج على فيلم مثير للجدل تم تصويره في الولايات المتحدة واعتبر مسيئا للإسلام. وتقول مصادر أمريكية أن المسلحين الذين هاجموا مبنى السفارة في ليبيا استخدموا المحتجين كذريعة لاقتحامها، بينما يقول آخرون أنه لا يوجد أي دليل على أن الهجوم كان مدبرا. وقد تصاعدت الاحتجاجات في المنطقة حيث أخذ الناس بالنزول للشوارع في نحو 12 بلدا، ففي العراق سار المئات بمدينة الصدر وسط بغداد وهم يهتفون بشعارات مناهضة للولايات المتحدة، بينما أصيب بمصر المئات من المتظاهرين إثر الاحتجاجات قرب مبنى السفارة الأمريكية في القاهرة. أما في اليمن فقد اخترق المتظاهرون الجدار الأمني للسفارة الأمريكية، بينما كان هناك الآلاف من الشبان الغاضبين أمام المبنى. وأدانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أعمال العنف بينما عبرت عن اشمئزازها من الفيلم، وقالت هذا الفيديو مثير للاشمئزاز ويستحق الشجب، ويبدو أن غرض الفيلم كان السخرية وتشويه سمعة الديانة العظيمة، ولكن لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمجابهته بالعنف.